السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ علي نورتني في سنابي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ منصور، لي الشرف والله. يا حبيبي الشيخ علي، في هذه الأيام الثبات عزيز لا شك، وأنا أبحث عن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولم أجد عن القرآن أنه مثبت على دين الله عز وجل. قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.